الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن للشريعة خمسة أجزاء: المعتقدات والعبادات والمعاملات والأخلاق والعشرة، أي الشؤون الاجتماعية. الجزء الأول هي المعتقدات، هي أساس الشريعة المحجلة البيضاء ومبدأها. وأما الأجزاء الأربع الأخيرة فروعها. لا يقبل عند الله الأجزاء الأربع الأخيرة، أي من العبادات والمعاملات والأخلاقيات والشؤون الاجتماعية، إلا بالمعتقدات. لو كانت المعتقدات صحيحة فيقبل عند الله الأعمال الباقيات الصالحات. لو كانت المعتقدات فاسدة فقبول الأعمال مستحيل. لو تعمقت في القرآن الكريم فتجد أن الله جل وعلا ذكر أولاً العقائد الإيمان، ثم ذكر الأعمال الصالحة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الله جل وعلا في هاتين الآيتين الأولا الإيمان، أي المعتقدات، ثم ذكر الأعمال الصالحة. ما أنشد الشاعر فيقول: إن العقائد كلها أس لإسلام الفتى، إن ضاع أمر واحد من بينهن فقد غوى. فثبت أن للمعتقدات أهمية ومكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية. نظراً إلى أهمية العقائد، قد بدأ أستاذنا محمد إلياس جهمن حفظه الله تعالى الملقب بمتكلم الإسلام دروس والمحاضرات والخطبات القيمة الرائعة حول العقائد، فدرس كتب متنوعة حول العقائد مثل العقيدة الطحاوية، وكذلك الفقه الأكبر في داخل البلاد وخارجها، وخاصة درس هذين الكتابين في الدورة تحقيق المسائل التي انعقدت بمركز أهل السنة والجماعة السرجودة، وكذلك الدورة التي انعقدت بكراتشي. وكذلك ألف الشيخ شرحاً مبسوطاً وافياً وسهلاً، والمسمى شرح عقيدة الطحاوية. فأردنا أن نعرب هذا الشرح لكي يستفيد منه من هذا الكتاب العرب، وكذلك الذين يشتاقون إلى اللغة العربية. فأما دروس الشيخ حول أهمية العقائد والعقيدة الطحاوية توجد كثيرة جدا عبر صفحة فيسبوك كذلك وقناة خدمات الأحناف الإعلامية المسمى أحناف ميديا سيرفيسز. فالآن أريد أن نبدأ الدروس المحاضرات القيمة في العقيدة الطحاوية باللغة العربية لكي يستفيد من هذه الدروس العرب. فبشرى سارة لطلاب العلم وكل أحد الذي يريد أن يصحح عقائده ومسائله ودلائله، فاغتنم الفرصة الذهبية
واستمع هذه الدروس. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا تصحيح العقائد كذلك وتصحيح الأعمال كذلك.